عدن قطاع بحري واسع يمتاز بموقعه الاستراتيجي ومناخه المتنوع وبيئته الغنية بالموارد والأحياء البحرية. على امتداد رقعة الأرض يحتفظ خليج عدن بشريط ساحلي متصل شرقاً بالبحر العربي وغرباً بالبحر الأحمر حتى منتهى الحدود اليمنية مع الجارة السعودية. يحظى القطاع البحري في عدن بمواقع ومراكز استراتيجية تمتزج فيها جمال الطبيعة وخصائص الجغرافيا الفريدة. تكتسب المدينة أهميتها السياحية من شواطئها الدافئة ومنتجعاتها الجميلة التي لا يملها الزائرون طوال العام حتى في غير مواسم الاستجمام. سواحل صخرية يتخلل البعض منها خلجان رملية تشكلت في مواسم الرياح الجنوبية الغربية وآخر الربيع وبداية الصيف. أكثر من 20 جزيرة حول شبه جزيرتي عدن وعدن الصغرى ورأس عمران هي في الغالب جزر صخرية تحيط بجزء منها شعاب مرجانية تجعل منها مواقعا لتكاثر الأحياء البحرية وتواجد النادر والثمين منها. تصنف اليمن ضمن الدول الغنية بالأسماك والأحياء البحرية وفي مصاف البلدان ذات الاكتفاء الذاتي، غير أن الحرب التي تدخل عامها الخامس أثرت كثيراً على هذا القطاع وعطلت نشاطه الإيرادي. يعد خليج عدن أحد الموارد الحيوية للإنسان ومصدر من مصادر ثروته المتنوعة في الكائنات البحرية النادرة، ما جعله الأكثر أهمية في شريط ساحلي وطني يتجاوز طوله 2500 كيلومتر. موارد بحرية متجددة تشكل مرتعاً خصباً للتنوع السمكي وأصناف الأحياء البحرية التي تمثل مصدراً لثروة اقتصادية واعدة لو تم استغلالها بالشكل المطلوب. هذا التنوع البحري يتطلب استثماراً منظماً ومتطوراً يأخذ في الاعتبار حماية البيئة البحرية وأحيائها المهددة بالتلوث ووسائل الاصطياد غير المشروع.